السلام عليكم. سيدي عبد الله، المدينة النموذج بتخطيطها العمراني الحقيقي والعصري تعتبر انعكاسا لرؤية شمولية للتنمية العمرانية المستدامة، فهي تكفل سبل وسياسات التنمية الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل لصالح المواطن بما يوفر له كل مقومات العيش الكريم. ربي نعم علينا بأشياء كثيرة في هذه المدينة يعني الجديدة هذه، من بينها قلنا السكن الحمد لله الإنسان واستقر، من بينها الطرقات ما شاء الله، من بينها القطار، هاي المدارس هذه الابتدائية الثانوية يعني ما شاء الله. ستين غروند فيل فيل كوميرسيال الحمد لله. مواصلة النقل كاين، إتيزا كاين، القطار كاين. هذه المدينة ومنذ افتتاحها يسعى القائمون عليها في توفير كل المرافق العمومية والخدماتية للساكنة. المرافق الموجودة على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله، منها المرافق في قطاع التربية بمختلف أطواره، التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع الأمن، قطاع الصحة، وقطاع سلك المرافق العمومية التي موجودة على مستوى البنايات. بمداخلها الأربعة المربوطة بشبكات طرق مهيئة ووسائل نقل متنوعة، المدينة تعرف انسيابية مرورية مريحة.